بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب. فليت مي ناو ستارت إن شاء الله with صبا عن عجم. صبا it's sad melody, عجم it's excited melody. How to bring them and how to combine between them based on the meaning of the ayat. I'm going to recite from last part of Surah Al-Hashr. Allah is talking about his names and Allah is talking about taqwa in the beginning. So I'm going to bring it with sad melody. When Allah is talking about people of Jannah and his names, I'm going to change to bring ajam maqam, which excited them. Inshallah ta'ala. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب
وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إليه.